الموازين ولا نجرب مع الله. لا 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 الله لا يجرب معه. الله الله يعبد على الحق ولا والحق. طمعا في كرمه ورحمته. لا بس بالعمل بالعمل. قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنه. قال اعني على نفسك بكثره السجود. صلي تعالى وما اشفع عليك. يعني زي ما تقول لابنك ايه يا ابني المدير المدرسه يعرفني، رئيس الجامعه يعرفني، والاساتذه زملائي الله يرضى عليك لا تفضحني امامهم، ذاكر بجد عشان لما اكلمهم يبقى لي سند. قول والله ما شاء الله ابنك خطه جميل واجاباته جميله ومنمق ومهذب وسلوك، فيعطيك الدرجه. لكن مش عشان ابوك يعني من ضمن الفريق خلاص يعني هيجاملوك. لا ترجع يعني حتى لجنه الرأفة نفس القضيه، لا نجي للشفاعه بس. صحيح. واحد جاب 48% فضل له درجتين تجي الشفاعه، لكن واحد جاب 0% شفاعه من؟ يعني ملوش شفاعه. بس وهكذا لينا وقفه مع بركات النار ان شاء الله. اذا المفهوم من كلام فضيلتكم ان حسن الخاتمه وسوءها مبني على سابقه الاعمال. تمام. تعال بقى نتحدث كيف يحاول الانسان ان تحسن خاتمه. طيب اول عنصر من عناصر حسن الخاتمه الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله. اصدق مع الله. يعني اصدق مع الله؟ اول شيء في الصدق مع الله صدق النيه وتجديدها. صدق النيه. نيه ماذا في اي عمل؟ نيه اي عمل. اي عمل لازم اصدق النيه الاول. اقول ايه؟ انا هذهب لزياره فلان لوجه الله، لكن ربما يمكن اجد عنده فلان ده، فلان ده دايما يزوره، فانا ليا مصلحه معينه عنده. ما فيش صدق نيه. لا مفيش. وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره. ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني. في ايه؟ في ان تزرع فيها للاخره. ولا تنس نصيبك من ما اكل واشرب والبس وعلاقات وتجارات. انت قل لله هيدي انت. ولا تنس نصيبك من الدنيا في زراعه الاخره فيها. هي كده هي كده. ما ينفعش الدنيا. الدنيا ما تنفصلش عن الاخره ابدا. ده عند الغرب. احنا عندنا احنا الدنيا مصنع ومزرعه والاخره جني الثمرات. بس فلتزرع في الخير فلا بد من يعني صدق النيه في العمل. وكيف تصنع فضيلتكم بالقول اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا؟ ما فيش دي معقوله خيبه ما قال بها احد. ما اليست حديثا؟ لا 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 ولا في كتاب من كتب الحديث ولا حتى في الموضوعات الجوزي ضمن الجوزي ما فيش ولا في الموضوعات حتى. ما اعرفش واحد الفها كده كان ايه كان قاعد بس مبسوط شويه. سبحان لا الله. لا 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 ما فيش. اذا ننوه لا ساده المشاهدين والمستمعين اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. لا 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 اساس لها من الصحه. اعمل لدنياك عيش في حكمه تقوم على 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 هزه يقينيه يعني كانك تعيش ابدا انت لن تعيش ابدا، فبالتالي الحكمه فاشله من اولها. صح. ما يقول هذا رسول الله ولا حد من الصالحين حتى. لا هذه انتشرت بين الناس يعني كانتشار النار في الهجين. لا لا لا. فصدق النيه صدق النيه. تحدثنا عن الامام مالك لما جاء ابو جعفر المنصور في الموطا ذكرناها ربما في حلقه سابقه نذكر بها لا باس. يعني قال له يا امام وطئ لنا كتابا، يعني ذلل سهل يسر لنا كتابا. تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. ابن عبد الله ابن عباس كان يعتمد على التيسير وابن عمر يعتمد على التشديد وابن مسعود ياتي بالغرائب التي سمعها من النبي ولم يسمعها احد. فالناس تتعجب يقول لك انت جبت منين هذا الكلام؟ لم يسمعها الا هو. فلذلك طالما معه شهود يسكت. سميت بغرائبي. بغرائب مشهوره. فكتب كتابه الموطأ وبعدين جاء ابو جعفر في الفقه. في الفقه. واول كتاب يعتبر يمكن مرجع يعني ما شاء الله طبعا على دعوه لل طبعا الموطأ اسمه جميل. الموطأ اسمه جميل اسمه جميل. وكان الامام مالك اذا حدث كان يقول ماذا تريدون؟ ونريد الحديث مثلا في الفقه او في الحديث. يدخل فيغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس ثوبا ابيض ويخرج على الناس قال نحن نحدث عن رسول الله، بلغني عن فلان عن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر الشريف ويضع يده على القبر. يا الله عالم عالم المدينه. فلما كتب الكتاب ابو جعفر قال له طب نطبع منه نعمل له نسخ ونوزع في الامصار يعني. قال لا لا ادري مدى صدقي فيه، انا عايز اكون النيه صادق. طب وكيف نعرف نيتك؟ قال ضعوه على سقف الكعبه سنه. ان وجدناه كاملا فهذا دليل على صدق نيتي.
المحيط منه كلمة أو سطر أو حرف، جاءوا بعد سنة وجدوه كاملا كما هو، قال صدقت نيتي فيه أمير المؤمنين. خلاص صدق النية ثم تجديدها. نعم. صدق النية ثم إيه تجديد. كيف أجدد النية؟ ليه ربنا عمل لي صلوات بين كل بضع ساعات وساعات؟ يعني الساعة 5 تعالى المسجد الصباح، والساعة 12 تعالى المسجد، بعد الساعة 3 تعالى المسجد، والساعة 6 تعالى المسجد، والساعة 8 لماذا؟ قال عشان أجد فرصة لنفسي أن أقف بعد كل صلاة أعمل إيه؟ أنا عملت إيه من الظهر إلى الصبح؟ اغتبت فلان، لأن الناس ناسي. سبحان الله. أول بأول، أول بأول. لا. إن شاء الله أتصل بيه الآن وأستسمح من الأول، من الأول. خلاص سبحان الله. طيب عملت إيه كمان؟ براود نفسي أن أنا أخذ ورقة من أو شيء من العمل لا يحق، لا أستغفر الله، بلاش. أخذتها أعيدها. بعدين أجي العصر، شو إيه اللي أنا عملته من الظهر؟ المغرب، أجي بعد العشاء أجمع اليوم كله. هو أنا ظلمت زوجتي ولا ما ظلمتها؟ أنا فضلت ولد على ولد؟ طب في جار يا ترى نايم غضبان من انا نهرت وعليت صوتي عليه، طب يا ترى الموظف اللي عندي اللي انا عملت، وهكذا انام وليس علي ايه جريرة لاحد. واحنا فاضيين لهذا الكلام يا شيخ؟ ده لازم نكون فاضيين كده. ما فاضيين ليه؟ ما فاضيين نحكم على اعراض الناس؟ لا وقت العمل يا ابني خمس دقائق. هذا الذي تقولونها يعني هذا وقت طويل. الناس في عمل، الناس في شغل. لا الناس في فوضى. لا الناس يا ابني نحن لسنا في غابه، نحن نريد ان نتوقف لامر اخرتنا. امال ايه فائده برنامج بعد الحق؟ نتوقف اصدق النيه واجددها كل 3 و4 ساعات. تقف الانسان مع نفسه، لابد. لا ارايتم لو مشقة على يا ابني كتير. لو ان نهرا يجري بباب احدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن. يبقى اذا الناس قد تجديد النية، انت تجدد النية، تمحو اول باول، اول باول تيجي الصفحة بيضاء، صفحة بيضاء. الله عليك ما شاء الله. كان لنا علماء كانوا يكتبوا سيئاتهم في ورقة، في اجندة، في كشكول، في دفتر يكتب، ويقعد يستغفر بالليل. جميلة. ويقعد يستغفر بالليل، مش يعني يكتبها كتابة احصاء وخلاص، لا، ويبكي حتى رأى احدهم ان يعني من يقول له في الرؤيا فاولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله. يعني هم درجاتنا عند الله. بس احنا نقتفي لان لابد. حاسبوا انفسكم قبل ان ايه ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل أن خلاص. حتى الملائكه لما يجي يحاسبوا العبد اللي هيجدد نيته يقول قد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسب. خلاص هو خلص جاي موزون عمله جاي. نحاول لابد من المحاوله. يبقى اذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجديد النية، صدق النية مع تجديدها. لازم كل شوية أجدد. نعم. أنا كل يوم أروح العمل، كل يوم يصبح العمل إيه؟ عادة. صحيح. فلا أسأل نفسي أنا ليه ذهب للعمل؟ لابد حتى الراتب هتحصل على راتب قوي جميل أعيش به عيشة هنية. وبعدين أستمتع بالحياة. لا 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 أجدد العمل أنني أعين على حركة دولاب الحياة، حركة الحياة، حركة سير الحياة. أننا مكلف كمسلم أن أعين الحياة على أن تسير بهذا المنطق. هنالك من المسلمين من هو أبسط من هذا يأخذ الحياة ببساطة شديدة. ما هي بسيطة. إحنا الذين عقدناها. نحن وجدنا في الحياة يعني لنعيشها لا لنفهمها. مش ضروري نفهم. أنا أفهم شيء واحد بس. أنا موجود في الحياة عشان أزرع فيها خير لأجل خير. وأعمر الحياة بمرضات الله عز وجل. فإذا ألجأت الظروف أحد المسلمين أن يحيد عن هذا الطريق المستقيم. فليعد ويجدد النية ويستغفر مرة أخرى ويجدد ويبدأ صفحة جديدة. وإذا ألجأته مرة أخرى 100 مرة ما أذنب من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة. وهذا على الكثرة. طبعا سبحان الله. طبعا. ليس هنالك حد محدد. لا استغفر. شوف يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا يا الله ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة.